نحن نعلم من خلال المؤامرة على القائد أبو من قبل العداد الرأسمالية والدولة المستعمرة، نحن اليوم نمر بعدة عزل على القائد قائد الشعوب عبد الله أوجلان. تلك المرحلة التي خطرت والتي كانت هدفها مخطط رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، فقد دخلوا من بابها من باب سوريا، عيسوا هدفهم المصالح والاستعمار على دولة سوريا. من خلال استعمارهم فقد أوقف أمام تلك المخططات. أنا عمران يا بشيلان جري بري قال لي كل هيك وبالصالون بنقدرها تشربي ورندا من خضانية ديكي وفكروا فلسفة يا أخوان دنابرة چار دیواران دا دیگه هجه همو گلن کن ارد بیجن جی گلن کو ارد دسلاداری لسر گلن کن به طایبت مشاندی دولت انقابی تالیس یکو دست خو گرن یر او ری بر آبو دیل گرتن ارد بیجن تو جاری دولت دا امریکی و روسی و دولت دیلتر لکارن سروگ ما دیخ نابر زندان دا لئیرو سروگ ما وکا پیشنتیج بو جوانا گریه دو گودن خواهر دما کودو بیشه ما جوانتی دست بگر و امی بو جوانتی جیب سر کبر لازمه هر جوانک لسر خواه به هزره.